افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم اليوم اعمال الدوره السنويه الثانيه لقمه مستقبل البلوك تشين الفعاليه الاكثر تاثيرا في العالم والاكبر على مستوى المنطقه لتكنولوجيا بلوك تشين والتي تستضيفها دبي ذكية ومركز دبي التجاري العالمي وقام سموه بجوله تفقديه في المعرض المصاحب للقمه والتقى العارضين المشاركين في هذا الحدث السنوي المميز الذي تجري أعماله على مدار يومين ويجمع نخبة من الشخصيات والجهات المؤثرة في هذا المجال وأصحاب الرؤى والجهات الحكومية وأشهر العلامات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تبنت هذه التكنولوجيا من أجل تسريع تبني التكنولوجيا على نطاق عالمي موسع وأكدت سعادة الدكتورة عاشة بنت بطيب بشر مدير عام دبي ذكية في كلمة القمة تطلع دبي لان تكون مركزا عالميا لتقنيه تشين ونموذجا يحتذى به في تطوير هذه التكنولوجيا وقالت نحتفل اليوم بانطلاق الدوره الثانيه لقمه مستقبل البلوكتشين وسعداء باستقبال ضيوف القمه في من جميع انحاء العالم هنا في دبي مشيره الى ان اعمال القمه في دورتها الثانيه من المقرر لها ان تركز على تبني بلوكتشين على نطاق عالمي وسيتم تسليط الضوء على تحقيق التميز في هذه التكنولوجيا بحيث تتجاوز المناقشات مرحلة المداولات النظرية إلى التطبيقات العملية والفرص الواقعية من جانبه تحدث فيل تشين مدير العمليات اللامركزية في شركة اتس تي سي عن تجربته في تأسيس وتصميم اكسودوس 1 وهو يعتبر أول هاتف ذكي يعمل بتقنية البلوكتشين بالنسبة للإنترنت اللامركزي مشيراً إلى المواضيع المتعلقة بالتقنيات الحديثة ومستقبل تطبيق تكنولوجيا البلوكتشين، وتركز القمة هذا العام على استخدامات الواقع لتكنولوجيا البلوكتشين من خلال الرؤى التي تطرحها نخبة من أبرز الخبراء من مؤسسات عالمية مرموقة، ويشكل الحدث منصة لتوسيع نطاق المناقشات لتتجاوز الجانب النظري للتقنية في الوقت الذي تواصل دبي المضي قدماً نحو تحقيق استراتيجياتها لأن تكون الحكومة الأولى على مستوى العالم من حيث تنفيذ معاملاتها كافة باستخدام تكنولوجيا تشين بحلول عام 2020 وتستقبل قمة مستقبل تشين أكثر من عشرة ألاف زائر وكوكبة من المتحدثين من علامات تجارية عالمية رائدة مثل كوكاكولا وتينيسيس وجونسون أن جونسون ومايرسك وبنك اتش اس بي سي واي بي وفيديكس ولوفتهانزا وتبدا مع انطلاقه القمه جلسات تمتد على مدار اكثر من 140 ساعه من خلال مؤتمر قمه مستقبل بلوكتشين الذي يستهدف ازاله الغموض عن هذه التكنولوجيا وتوضيحها